السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنتعرف ازاي نغير الاي بي بتاعنا لاي دولة تانية من غير اي برامج، وبطريقة سهلة جدا. اولا هوريكم الاي بي بتاعي دلوقتي، واتس ماي اي بي ادرس دوت كوم. انا طبعا الاي بي بتاعي كايرو ايجيبت. عاوز بقى اختار اغير الاي بي، اول حاجه بروح على اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، بدوس سيت اب نيو كونكشن اور نتورك، كونكت تو اور بليس، كرييت نيو كونكشن، اعمل كونكشن جديد. اختار طبعا يوز ماي انترنت كونكشن في بي ان. تمام، في ثلاث حاجات بقى بحتاجهم للفي بي ان اللي انا هخش عليه، تمام، عشان يغير الاي بي بتاعي. سيرفر واليوزر نيم والباسورد. سيرفر اللي هو الانترنت ادرس. عشان اجيب السيرفر واليوزر نيم والباسورد للفي بي ان اللي انا هخش عليه، ممكن ادور على جوجل مثلا فري في بي ان او اي حاجه يعني. ممكن تدور انتوا طبعا، مش مسموح ان انا في الفيديو اعرض حاجه زي كده. ف اللي مش لا اللي ما لقاش، اللي دور على جوجل وما لقاش، ففي هتلاقوا في الديسكريبشن لينك في سيرفرات واليوزر نيم والباسورد بتاعها. تمام، انا في يوزر نيم وباسورد مدخله معايا، الفي اكتبه هنا. ده السيرفر. الفي بي ان اللي معايا ده بريطاني، المفروض دلوقتي يجيب لي حاجه من انجلترا، واكتب الباسورد اليوزر نيم قصدي الاول، بعد كده الباسورد. تمام، وادوس كونكت واستنى لما يكونكت معايا. انا كده خلاص كونكتد اهوت، كونكتد بين كونكشن 2 او ايا كان انت مسميه ايه. هشوف بقى الاي بي بتاعي عشان اتاكد ان هو خلاص اتغير. واتس ماي اي بي ادرس دوت كوم اهوت فعلا يونايتد كينجدوم. طيب انا كده قدرت اغير الاي بي بتاعي من غير ما استخدم اي برامج، وبطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا في الديسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقوا لينك في موقع، الموقع دوت فيه سيرفرات لكذا دوله، تختار الدوله اللي انت عاوزها، تنقي السيرفر بتاعها، وتلاقي اليوزر نيم والباسورد بتاعهم، وتستخدمهم بنفس الطريقه، وكده هتكون غيرت الاي بي وبس كده. شكرا والسلام عليكم.